قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا لنا زمان ما تكونش كيدير يتمشى بالحيلة، ماشي كل الناس حيلتها قليلة، الضو ما يعاشر الضليلة، والنية ما تعاشر الحيلة، العباد يموتوا والدنيا ماشي طويلة، بخيلة في ماك وحدة ما تكون عليك حنينة، ياك اللي قرصوا الحنش يخاف من الحبيلة، ياك اللي قرصوا الحنش يخاف من الحبيلة. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مستمعين الأفاضل، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، أموركم طيبة وأحوالكم كلها جيدة، وكيف ما عودتكم دائما في قناة سمع حكايتي كل نهار حكاية جديدة. اليوم معنا واحد المتتبعة وفية في قناة سمع حكايتي وهي من إفريقيا، حبت أنها تشارك بالحكاية ديالها اللي الصراحة فيها مجموعة ديال العبار والرسائل والتجارب كذلك. نتمنىكم تسمعوا الحكاية ديالها حتى النهاية، وعافاكم وكيف ما عودتوني دائما ما تبخلوش عليها. قبل ما تسمعوا الحكاية بغيتكم ديروا لي جيم ولا قديتوا ديروا كومونتير داكشي اللي قديتوا عليه، وعافاكم الا ما بارطاجيو كاملين. بقاو معايا حتى الاخر. السلام عليكم، مساء الخير، انا بنت الثمانينات وعمري دابا في الثلاثينات، قصي بحال كل القصص، غادي نبداها لكم من الاول. انا الوالدين ديالي مطلقين، طلقوا انا في عمري 4 سنوات، طبيعي كل واحد غادي يمشي يشوف مصلحته، لانه كل واحد منهم تزوج وشاف حياته، الضحيه طبعا هي انا. فهاد الفتره شدني الوالد قراني عنده حتى درت 15 سنه. قبل كنت كنمشي عند ماما غير في العطل، فوق القرايه كنت مع مرات الوالد. ايوا راكم عارفين بلا ما نقول لكم، الدمير وتمارا الكحله، ما كنراجعش الدروس ديالي بحالي بحال التلاميذ اللي معايا، دائما كيضربني خصوصا لعنته ما بغاتش نشقى. انا كنت كنشوف الواجبات ديالي اهم. فاش وصلت للاعداديه كانوا كيجيو صحاباتي عندي كيطرقوني ونمشي معاهم. مرات الوالد كتقول لي راه طرقتها وحده دايره القصه، ومرات تقول لي راه طرقتها وحده دايره عكار، ومرات تقول لي راه طرقتها وحده باينه السره ديالها. المهم الوالد غير على سبه وكيتعصب بقى كيراقبني. حتى لواحد النهار تبعني الاعداديه لقاني واقفه عند الباب ومعايا صحاباتي وشي لي زامي ديالنا، كنضحكوا طبيعي حيت حنا اصدقاء، حنا كنهضروا بيناتنا. واجي الوالد عندي نيشان وهي تغمز لي واحد صاحبتي، قالت لي فلانه باباك باباك. يوم ما جيت نتلفت حتى لقيت الصرفيقه نزلت عليا من السما وما عرفت باش تبليت، نتفني وعاود صرفقني وتكرفس عليا، مربدني قدام الدراري صحابي وصحاباتي، وحتى واحد ما قد يفكو مني. المهم هربت وانا كنجري للدار، دخلت البيت الفوق غير 10 دقائق لقيته واقف عند رجليا وعيني حمرين والعنف كيتقطر ليه من وجهه. ايوا شدني جرني من شعري وبقى كيعطيني في العصا وبالسنطة ديال العسكر. فاش كتف ليا يدي من اللور عاود دوز خيط على دراعي وعلى داري وكرشي، تأكد انني ما نقدرش ننوض. ايوا شدني من شعري وبدا كيضربني مع الحيط. حق الله العظيم كنعاود ليكم وانا كل دموعه كنترعد بحال هادشي وقع دابا. المهم شويه جبت ليا واحد الرساله كنت درتها انا في الرياضيات مع الصوره ديال واحد الدري، هذاك الدري الصديق ديالي، وهادشي واقيلا هو اللي جعلو انا اللي كنبان اللي كيبان ليا واللي كنعتقد. وبين قوسين نقدر نكون انا غلطت ولكن كان المفروض من بابا يناقشني بالعقل وانا نشرح ليه ماشي يدير معايا العنف. المهم هذيك الرساله كانت من واحد باغي علاقه معايا، انا ما بغيتش وبقيت محتفظه بالرساله ديالو عادي. المهم دازت هذيك الليله هكداك، النهار الثاني فكني مشيت دوشت بدلت عليا قديت كتوباتي باش نمشي للعشيه للكوليج، لكن منعني الوالد قال لي مازال زايده فيه جلسي الارض. المهم انا ما عندتوش حيت خايفه تجي فيا شي دقه ديال العصا بحال اللي كليت من قبل. المهم نهار من وراه لقيت لالا مولاتي مجدة ليا كركور ديال الجيكس والصابون والماند،
غسلت اللي قديت عليه واللي ما قديتش عليه خليته. شفت راسي خدامه قلت والله لا كان ليها، بدل ما نخدم ليها نخدم لماما. نهار الثاني هربت مع الفجر، مشيت للكار وسافرت عند ماما. انا موالفه نسافر عندها بوحدي، هربت وعندي 15 عام، يعني كنت كبيره. هربت لعند ماما كما قلت لكم، شافتني قالت لي مالكي، قلت لها والو، خرجوني من القرايه وبغاو يديروني خدامه. ايوا صافي، هي هذه قالت لي الوالده عبرتي عليهم، ما قبلتش على داكشي اللي داروه معايا. داز يومين مشيت للحمام مع الوالده، غير زولت حوايجي شافت هذوك الضرابي فيا بقات كتغوت. قلت لها ويلي شكون دار فيك هاد الحاله؟ وانا نقول ليها الوالد. دخلنا غسلنا خرجنا، عاد شرحت ليها شنو وقع ليا وهي بحال على النار. النهار الثاني جا كيقلب عليا لقاني عند ماما، غير شد الطوموبيل ديالو، انا كنت عند الحانوت كنشري الخبز، شفتو تخبيت حتى عرفتو مشى. جيت للدار لقيت ماما كتبكي، قالت لي راني قلت ليه يعطيك الانتقال ولكن رفض، وقال لي القرايه والله لا رجعت ليها. المهم عشت مع ماما حتى وليت كنلاحظ بلي راجلها ما تقبلنيش ودائما كيدير المشاكل معاها. حتى لواحد النهار وانا نسمعو كيغوت قال ليها تخرجي عليا من هنا، نهار تزوجت بيك تزوجتك ما كان عندك لا بنت لا والو. المهم انا غير سمعت ديك الهضره رجعت لبرا حتى بردت القضيه. دخلت هزيت حوايجي مشيت عند جداتي مع خالاتي، عشت معاهم واحد الفتره اللي كانت قصيره. كان العرس ديال بنت عمي، مشيت لديك المدينه حضرنا العرس ويا ريتني ما حضرت. هنا واحد السيده اتهمتني انني سرقت مبلغ مالي من الزوج اللي هو عمي. انا ما عندي حتى شي علاقه بهذاك الشيء، اجمعوا لي انسى عمامي كلهم بداو كيهددوني، قلبوا لي حوايجي ما لقاو عندي والو من غير 300 درهم باش غادي نرجع لخوالي. ضغطوا عليا باش نعترف ولكن انا ما اعترفت بوالو لاني ما دايره والو. بالصدفه اكتشفوا السارق في العرس عند اهل العرس. هاد السارق جالس كيلوح على الغرامه وفي نفس الوقت سكران، اصلا كان داك الساعه كيتحشش ولكن دابا عفا عليه الله ولا رجل صالح من بعد ما شوهني انايا. بحال اش اكتشفوا واحد الصاحب ديالو فضحو، دابزو ديك الليله صافي فضحو، هما كانوا حاضرين لداكشي اللي وقع ليا من ساع مامي. المهم سال داك العرس، رجعت لعند خوالي وحلفت لحضرت لشي عرس من العائله مهما كان. بالفعل والله ما عمرني ما حضرت لشي عرس مورا ديك الشوهه. ايوا جيت لعند خوالي، دوزت اشهر تعرفت على واحد السيد قال لي حكا باغي يتزوج بيا، ولكن شرط عليا نتصالح مع الوالد هو الاول. قبلت بالشرط ديالو مشيت لعند الوالد تصالحت معاه، دوزت معاه 15 يوم وهي تخبطبني واحد السيده لخوها. صراحه وافقت لانني من بعد اسبوع اتصل بيا السيد اللي اقترح عليا نتصالح مع الوالد وقال لي بلي انه غادي للطليان، غير غادي يرجع ويتزوج بيا. قلت ليه واخا، انا ما صدقتوش بصراحه لانه كذب عليا. المهم خبطني داك السيده لخوها، شافتني جالسه غير في الدار مع خوتي ديال الوالد ديالي، شافت المقا والحداقه والتاويل والمسؤوليه على القرايه ديال خوتي. هنا كان في العمر ديالي 20 عام. السيد اللي خطبتني ليه ختو ما عمرني شفتو ولا عرفتو. المهم عرفت بلي ولد عائله محترمه، الاسم ديالها مرموق في العائله. المهم تعرفت على هذا السيد غير في التليفون، وقال لي بلي خطب شحال من وحده وما قبلاتوش. انا ما عرفتش علاش حتى اكتشفت الحقيقه. وجدنا العرس، جا العريس، جا وقت الدخله، وهنا يا خوتي غتبدا المعاناه الحقيقيه ديال بصح. هنا غير دخل عليا الراجل ما سلم ما تقرب ليا ما والو، غير دخل سد الباب سول حوايج وخلعني، ما انا مخلوعه اصلا. طبيعي اي عروسه غادي تخلع في ديك الليله. وجديرك تباغي؟ كنقول ليه بلاتي نرتاحو شويه ونتعشاو. المهم عيت من هدا فيه، السيد باغي غير فوقاش يطيح عليا. انا ما تقبلتش الوضعيه ومنعتو، ولا كيدير معايا القوة لدرجة أنه اغتصبني بالقوة. وحق الله العظيم أخوتي إلا جاتني التبوريشة دابا، أنا ما قديتش على الوضع. هزيت التليفون عيطت لخالتي وماما وأختو، جاو لعندي لقاوني حالتي حالة وربي هو اللي علم بيا. صافي تجمعو وشهدو على الوضع حتى فاق السيد مع الفجر. دخلت علينا أختو بقات عليه ما خلات ليه غير اللي نسات.
قال ليها جايبه ليا حشاكم عاهره ماشي بنت. وهي تقول له ويلي استغفر ربك. قال لها والله حتى نشوه جدبك انتي وهي. قالت ليه اللي في جهدك ديرو. بينت ليه القماش الابيض اللي فيه الدم. قال لي هاد الشي ماشي ديالها. المهم بقت هي وهي في الصراعات حتى فيقاتو مزيان بالقهوه والفانيت ديال الراس وما عرفتش داك التخبيق الاخر. انا هنا خرجت نرتاح في البيت الاخر. كانت معايا خالتي ماما مشات لان كنا مأجرين شقه مفروشه. عموما النهار الثاني جات دخل عليا سلم عليا باسني وكأن شيئا لم يكن. قال لي خلي هذا الموضوع يدوز حتى يكمل الحفل. بالفعل ما تكلمت معاه حتى كمل الحفل. هنا سالا كل شيء تفرقت الشوقه صافي سكنت مع ناسي. ناسي كان مازال عندهم الضياف لاحظوا بلي ما كنهضرش معاه وحتى الا دخل عليا فشي بلاصه ما كنتجاوبش معاه نهائيا. حتى لواحد النهار قلت لي يا ماما حنا خاصنا نخرجوا ندوروك شويه. تساري انت عاد راكي عروسه من حقك تفرحي براسك. قلت لها ما كاينلاش هو ينقص. قال لي غادي نمشيو لاكادير. انا ما هضرتش معاه نهائيا. هما قروا بيناتهم حتى جا الوقت ديال السفر وهي تقول لي يا ماما ها وجدتي حوايجك. قلت لها مازال. قال لها هو بلاش تاخذ غير لبسه ولا جوج حتى ليه ونعاود نشري لها اللي بغات. فعلا سافرنا انا وهو من بعد سيمانه لحقوا لينا دارهم. هاد الاسبوع السيد حاول يصلح الغلط ديالو بدا كيتقرب مني اعتذر ليا وقال لي بلي ما عمره مازال يشرب. المهم انا حاولت ندير التنازل تقربت ليه ومع ذلك كنكرهو وخايفه الا دير ليش نفس الشيء اللي دار نهار الدخله. المهم تعامل معايا بكل رومانسيه حملت بالبنوته ديالي. بصراحه داك الاسبوع الوحيد اللي عشت معاه مزيان مده ديال 5 سنوات دوزت غير جحيم وشك وغيره. كان كيقلب ليا حوايجي في رمضان دائما منوضينها صباط انا وياه. ايوا حتى لواحد النهار قدام خوتو قال ليهم انا الا كنت ظلمها الله يخرج فيا الذنوب ديالها والا كانت ظلماني الله يخرج ذنوبي فيها. قلت ليهم حتى انا كنطلب من الله ياخذ الحق ويبين الظلم للمظلوم. المهم حاولت نتطلق منه. بالفعل تطلقت بشروط. بين قوسين للمرة الثانية علاقتي بالأم ديالو وخواتاتو كانوا خواتاتي وامو كانت امي. ما عمرهم تعاملوا معايا خايب ابدا. غير طلقت هذيك الليله السيد عاوتاني تبوق ودار مشكل مع شي واحد وصلوا فيها للبوليس والسيد مشى للسبيطار. في ظرف شهر توفى. هنا هو دخل للسجن بحكم وفي المحكمة أنا ما حضرتش. أنا كنت عند خوالي. صافي علمت بالخبر تصورو كنت فرحانة بالخبر لأن الله كيبين الحق. وكانوا عائلتي كيظلموني وكيقولوا لي بأنني أنا اللي مني المشاكل وما بغاش نجلس مع الرجل ديالي. داز فترة العدة سافرت لدولة خليجية خدمت فيها بكونترا دوزت 3 ديال الشهور رجعت قبل ما ندير الإمضاء على العقد. هنا قبل ما نجي غادي نعاود ليكم انني سكنت مع شي ناس اقبح مخلوقات على وجه الكره الارضيه. جيت نخدم كخادمه لرعايه المسنين واهل البيت بغاو يردوني خدامه ديال الكوزينه. انا ما تقبلتهاش. اتصلت بواحد من دوك الناس ديال المكتب وهما بدورهم اتصلوا بواحد من ولادهم يجيبوني لعندهم. فعلا جا واحد من ولادهم البيت داني للمكتب عاودت ليهم كلشي وقلت لهم انا بغيت نرجع للمغرب. فعلا داروا لي الاجراءات القانونيه كلها. نهار الثاني كان عندي الطياره. فديك الليله داني ولد الناس لدارو عند مراتو تهلا فيا هو ومراتو. فاش خرجنا في الليل قال لي قدام مراتو انتي تقدري تعيشي هون بيناتنا ومعانا كفرد من العائله. قلت له كيفاش ما فهمتش. قال لي انا ممكن نتزوجك على سنه الله ورسوله. قلت له غير معقول كلامك. قلت له اكيد مو صاحي. قال لي فكري من هون للصبح قبل ما تسافري. قلت لي لا لا احتاج تفكير ولا اريد الزواج وهذا كله قدام مرتو. مرتو كتضحك وكتقنعني. انا هنا خفت وقلت غادي يديروني خدامه الا قبلت. فعلا ما قبلتش. مازال التواصل معاهم مع مرتو لحد الان من 2011 حتى 2000 دابا قريبه 22.
جيت للمغرب من بعد سيمانه اتصلت بيا وحده من الخليج بغاتني نرجع ندير الحلاق عندها، وقالت لي قرايه عليا وشدي قري علي على الحلاقه وشدي عليا الدبلوم وانا معك. قلت لها اوكي. بعد فتره تناقش مع عم بنتي لح لي حوايجي من الشجن في وسط الدار. هنا بغيت نقول لكم جيت نزور بنتي حيت خليتها لجدتها وقالت لي جلسي معانا حتى تشدي الدبلوم ديالك، منها قريبه لبنتك منها المدرسه، مع ان العائله ديالي ما قبلاتنيش وراجل ماما ما قبلنيش وخوالي ما بغيتش ندير لهم الصداع والتبرزيت ديال الدراري الصغار. ايوا لح لي حوايجي لانني قمعتو. دخل عليا الغرفه وانا كنبدل حوايجي، كنت باغا نمشي للمدرسه، هو دخل بالخطأ. المهم ما بقيتش كملت الحلاقه، مشيت عند خوالي خليت بنتي في دارهم غير شفت الوضع ما مسلكنيش تاني. نعس ما صبح النهار الثاني حتى صبحت عند دار ماما، قلت لها انا بغيت نسافر لدوله افريقيه. فعلا نهارت عطاتني شي فلوس. النهار الثاني بعد الاستعدادات سافرت اول مره البلاد ما كنعرف فيها حتى شي واحد. شديت الاوطيل بالصدفه تلاقيت ولد عمتي، هضرنا. النهار الثاني صبحت مريضه بزاف، تغير عليا نشوف ديك البلاد مسخه بزاف، طايحه في الفراش. اتصل بيا ولد عمتي قال لي راني جاي نديك نمشيو نتعشاو مع الصديقه ديالي. قلت لي لا غير بصحتكم انا مريضه. جا لعندي لقاني مريضه بصح. اتصل بهذيك السيده جات هي وخوها تعرفت عليهم وانا فيا الموت. جابوا عشاهم تعشاو باش بغاو يمشيو. قالت لي السيده فين الفاليزه ديالك؟ قلت لها علاش؟ قالت لي نجمع لك حوايجك تمشي معايا، ما غاديش نخليك في هذه الحاله. قلت لها لا بلاش ما نبرزتك ما بغيتش. وهي تفرض عليا واخا قالت لي غير ليله. قلت لها اوكي. نط مشيت معها هذيك الليله، جابت لي الطبيب حتى للدار، شرات لي الدواء اللي الصراحه ما شرهش لي حتى ولد عمتي اللي من دمي. المهم دوزت يومين تعافيت، رجعت للوطيل بالمرافقه ديالها، زيت حوايجي سكنت معها هي وخوها. من بعد ايام وليت لاباس، عجبت خوها طلبني الزواج، ما بغيتش الصراحه حيت ماشي ذوقي ابدا. قال لي صافي الا ما بغيتيش خدمي معايا انا غادي نحترم القرار ديالك. قلت لي اوكي. خدمت معاه وليت كنعرف الحرفه ديال الريستو، واحد خينا دائما كنشوفو مقابلني. سولت عليه قالوا لي هذا زبون ديالنا وراه لاباس عليه. واحد النهار كنت شاده المطعم عندي لي كوموند، جا لعندي هاد السيد قال لي بغيت طاجين بالدجاج. قلت لي واخا. قلت لي واش امبورتي ولا هنا تاكلو؟ قال لي امبورتي. وجدته ليه هو كيحاول يتكلم معايا ولكن انا كاع ما مسوقاش ليه. عطيتو الطاجين عطاني الفلوس ما رديتش ليه الصرف. قال لي بشحال حسبتيه؟ قلت لي كدا وكدا. قال لي وراه باقي كدا. قلت لي هذاك العربون ديال الطاجين حتى تردو عاد نرد ليك الصرف. بقى كيبربر عليا انا ما حاشيتولوش. المهم خرجت اتصل بمول المحل اللي هو الاخ ديال صاحبتي وقال لي هاد البنت الجديده اللي دارت اللي دارت. قال لي مول المطعم هي حره وهي مسؤوله نيابه عني ومن حقها. ايوا داز داك النهار جاب لي داك الطاجين عطيتو العربون ردو ليا ما قبلتوش منه ويقول لي مالكم فرعنا علينا ياك لاباس. وانا نقول لي السلام عليكم هذا راه مطعم اوكي راه ماشي محفر الشرطه. بعت ليك وشريت من عندي. السلام عليكم. عليكم السلام. وانا نخرج ويقول لي ما عمر شي واحد تعامل معايا بحال هكذا الا انت. قلت لي انا انسان بحالي بحالك وانت حاس براسك ونوعك يجيب لي الاسهال. السيد مهرطاش بقى غادي وكيخنزر فيا ديما راه السياره ديالو بواحد السرعه خلعني. المهم بعد مرور الوقت هو عاد حاول يتقرب مني ما عطيتش ليه الفرصه ابدا، مع انه كل مره كان كيجي للمطعم ويطلب من عند الخدامه الاخرين. حتى لواحد النهار طرد ليا قال لي نوصلك. قلت ليه لا. هو يوقف قدامي خرج من السياره ديالو قال لي بغيت نهضر معك. قلت ليه تفضل. قال لي مالك معقده؟ قلت ليه قول شت عندك انا ما مسالياش. هو يقول لي بصراحه والله الا النوع ديالك عجبني، تصرفاتك محترمه والدليل كاع الزبائن كيشكرك وسمعتك زوينه في المطعم. قلت ليه جيني من الاخر. قال لي بصراحه انا طالبك للزواج. قلت ليه الزواج مره واحده كاع؟
كري حتى نشوفوا الرأي ديال فلان وفلانة، وعاد ندوزو للمريض الدار. رأيي أنا هو الآخر. قال لي ما قلتي عيب. مشيت للدار اتصل بيا، بقينا كنهضرو. نهار الثاني طلبني من صاحبتي وخوها، وكان جوابه من رفض التهم بدون نقاش. عطوني الأسباب، قالوا لي يا راه كذاب وغير كيضحك عليك وا 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 وا. قال لي أخوها راه كل مرة كيجيب بنت في شكل المطعم، من وراء داك الشي كيجيو داك البنات كيسولوا عليه وكيراقبوه عندي في المحل. أنا الصراحة ما عجبنيش الحال، حتى وليت كنتقرب ليه، هذا بغاو يبعدوني منه. بكل صراحة احترمت القرار ديالهم، قلت ليهم كلامكم هو الكبير. رفضت الراجل واعتذرت ليه. من وراء هادشي سافرت، صاحبتي هي وخوها خلوني مسؤولة على المطعم، ولا السيد كيجي لعندي بزاف وكيجلس معايا حتى كنسد. المهم عاوتاني اقترح ليا الزواج، رغمني بالكلام ديالو الحلو. هاد المرة درت اللي في راسي، تزوجت بيه. وياه تزوجت غير بالفاتحة، ويا ريت ما تزوجت. دا الشهر عرفت بأنهم زوج وعندو ولادو وغير كذب عليا، وكيقول لي يلاه جيت من الخارج ومراتي مطلقة من زمان الزمانات. والكذبة حصلت عليه النظرة ديال عيني، ما قالها لي حتى شي واحد، حيت تبعتو الطوموبيل ديال جاري هو قالها لي. فاش واجهتو نكر وريتو صورتو هو عند الباب، خرج ولادو يسلمو عليه. قال لي واش كتراقبيني وكذا وكذا. قلت ليه بلا زيادة في الهضرة، حالا اتصل بالناس اللي زوجوني حضروا عندي دابا هنا وطلقني قدامهم. قال لي هي اللي ما غاديش تكون، وطيري للسما. يلا قلت لي غادي يجي فلان يجلس في المطعم ديالو ونمشي للمغرب. قال لي لا خرجتي برا هاد البلاد، هاوجي هاوجك. قلت لي واخا. المهم مشى وخلاني بلا مصروف بلا ماكله بلا شرب، كناكل غير من المطعم. جاو المطعم عاودت لي شنو وقع ليا، اتصل بيه جاو لعندو بقاو كيهضروا تزيدوا في الهضره. راجلي ضرب خو صاحبتي وكان غادي يقتلو لولا لطف الله، ضربو بمسدس لانه راجلي ضابط في الشرطه. لولا التدخل ديال الناس كانت غادي توقع جريمه لاني ما كنهضرش معاه. عموما بعد الواقعه بيومين سافرت للمغرب. يلا دخلت الحدود المغربيه، كملت الاجراءات اللازمه، دخلت للقهوه باش نتغدى وهو صونع عليا راجلي فينك. جاوبته بمكالمة لايف وريتو الحدود. صافي بعد ما هدرت معاه كتبت ليه رسالة طلقني. المهم ما جاوبنيش، داز ثلاثة ديال الشهور ولا كيهضر يسول. انا كنتكلم معاه عادي، واحد لقيت السيد ما بقاش اتصل. الوقت اللي اتصل فيا اتصل بيا صاحبه اللي كان زبون ديالي. صاحبه هو اللي قال لي واش طلقتي؟ قلت ليه لا مازال. قال لي راه فلان مراته ماتت. وماتت؟ قال لي ماتت. اتصل بيا راجلي قال لي فلانه، قلت ليه نعم. قال لي مراتي راه توفات وانا محتاجك انا وولادي، وانت راكي مراتي شرعا، وراني ما بغيتش ندخل عليهم شي مره ما نعرفها ما تعرفني. طبيعي غادي نوافق. انا بقى فيا بعد ما هزيتو فيها وجدت راسي صل لي الترونسبور من المغرب حتى لعندو. فاش جيت قدمني الولاد على اساس انا مربيه لهم، تصدمت فاش سمعت مع الولاد ما بقيت غير كنشوف. فاش طلعت لبيتي دوش عيطت ليه طلع ليا. جا قلت ليه كيفاش انا مربيه؟ ما فهمتش. قال لي غير صافي هاد الفتره حتى نتقد النفسيه ديالهم، من بعد راهم غادي يعرفوا الحقيقه. بعد قلت ليه اوكي ماشي مشكل. صافي وليت انا هي المربيه ديال ولادو ومقابلاهم غير هما، كنراجع معاهم ندير لهم فطورهم و حتى اللعب كنت مصغره راسي وكنلعب معاهم. هنا السيد وليت كنحس بيه كاع ما بقاش مهتم. وليت كنفكر ونقول ليا كاع ما داير شي دار وكيمشي ليها بحال اللي كان داير معايا. واحد النهار غير خرجت وانا نخرج من وراه، بقينا كندورو. بقيت كنمشي لشي بلايص اللي كنعرفو يمشي ليهم، ما لقيتوش حيت كنت مخرجه معايا الدراري.
صافي حتى بغينا نرجعوا للدار قلت للدراري واش تعشاو على برا ولا نديو العشاء للامبورتي، قالوا لي نتعشاو برا. صافي زدنا غير 10 دقائق وهو يبان ليا من بعيد واقف قدام واحد العماره بالصدفه. خرجت واحد السنغاليه ركبت معاه غير شفت المشهد صونيت ليه، قلت ليه فينك اجي تتعشى مع الدراري؟ قال لي لا غير تعشاو بصحتكم انا عندي الخدمه وحاليا انا في اجتماع. هذيك اللحظه صورت فيديو شي 15 ثانيه فاش ركبت البنت معاه، مع العلم انا من وراه بعيده عليه وغير بالصدفه وحق الله العظيم غير صدفه. المهم تعشاو الدراري مشينا للدار، ما جا حتى الوحده ديال الليل لقاني كنتسناه. قلت ليه بغيت شي فلوس؟ قال لي لاش؟ قلت ليه بغيت نمشي للمغرب. قال لي علاش؟ قلت ليه توحشت الدار. قال لي واخا واحد الاسبوع تمشي. قلت ليه لا الصباح يعني الصباح، بقيت كنغوت عليه حتى تخلعوا الدراري وجاو كيشوفوا شنو واقع. طلعت لبيتي سديت عليا دخل هو البيت ونعس. النهار الثاني قدامو فوق الفطور شديت التليفون ديالي بغيت نهضر هو يحيدو ليا من يدي، بقى كيقلب فيه شاف الفيديو قال لي هادشي اللي ما صدق، هادشي علاش باغيه تمشي للمغرب؟ قال لي واخا لاله هي الاولى. عطاني الفلوس ديال الترونسبور ما كملها ليش، ما عطاني لا باش ناكل ولا باش نشرب في الطريق. عموما خرجت من الدار ما قال لي حتى نوصلك، بقيت غاديه وجرب عليستي بحال الهبيله. مشيت للمغرب ضحكوا تاني عليا علاش ما جلستش مع راجلي. هنا غير كملت العده حضرت الحفله ديال الزواج ديال بنت عمتي، شافني واحد تما وعجبته قال لي يا العروس روحنا وانت فوقاش دورك. قلت ليه الوقت اللي غادي يكتب مرحبا. قال لي واه مزيان. جا خطبني من عند ماما، ماما قالت لي قولها لعمها عمي زوجني ليه بكل فرح باغي غير يتهناو مني. صافي زوجني حتى هو غير بالفاتحه حقا ما حقا، راه القضيه ديال طلاقو من مرتو في المحكمه وليها اشهر. امي وافق، وافقت وتم الزواج. زواجي دام غير 3 شهور بحكم ان السيد كذب عليا وقال لي القضيه ديالو في المحكمه. انا كنت كنصب الحوايج والكتورقه ديال طلاقو في هذا الطريق قبل ما يتزوجني. فاش قلتها ليه بقى كيغوت عليا علاش كتقلبي ليا حوايجي. والله العظيم الا كنت كنصبن هو حط حوايجو مع الصابون وطبيعي نقلب الحوايج. المهم ما علينا. دازت ايام واحد الصباح باغي يفيقني، بدل ما يفيقني باسمي ذكر الاسم ديال طليقته، وهنا كانت الصدمه الكبرى. تخاصمنا تزيدنا بالهضره، فانا دائما كنفيق قبل منه. تما هزيت حوايجي رجعت عند خوالي بقيت ساكنه معاهم، طلقت لهاد الاسباب. من بعد فترة مع خوالي وليت كنحس بواحد خالتي ما كتحملني، ما عرفتش علاش، وقيل لانني انا هي الكل في الدار وكندير اللي ما كديرش هي. اش منك يا شيوات، واش منك يا تاويل، واش منك يا نقا، لدرجه ان كل صباح كنقول جداتي اري حوايج كنصبنهم لك بنفسي وبيدي، وحتى حوايج خالي كندوز على بيته ولا لقيت شي حاجه مليوحه كنهزها كنطفي ليه البيت كنصب ليه حوايجو عادي. دازت هاد الامور مع بنكات ديال خالتي، وخصوصا نهار الخميس بالليل كنسخن الحمام جداتي وكنجلسها بخر ليها بالعود والروايح. فاش كتشوفني كندير ليها بحال هكذا كتموت غير بسمها اعوذ بالله منه. ما عمرني ما شفت بحالها مرت الوالد، ما كانتش كدير ليا اللي كديروا ليا خالتي. واحد النهار عصبتني بزاف واستفزتني ما جاوبتهاش على ود جداتي اللي جالسه، حيت قالت لي انتي كديري هادشي كامل غير باش تشاركينا في الورد. تصدمت من التفكير ديالها. صافي هي هذيك ما كملتهاش، بقيت انا غير كنبكي. هذيك الليله بت ما صبحت كيف ما العاده، مشيت عند ماما قلت لها بغيت نمشي لافريقيا. قالت لي ما عندي والو، قلت لها غير سلفيني. بالفعل سلفت لي 5000 درهم مشيت بيها حق الله العظيم الى الجوع الحقيقي. المهم جيت لهنا بديت كندير التجاره، وهنا غادي تبدا معاناه اخرى وجديده. بغيت نقول لكم ما كاين حتى شي واحد معصوم من الخطا، لكن انا الذنب ديالي الوحيد انني نيه ونيتي صافيه. في الاخير يعلم الله انني صادقه في كل كلمه قلتها لكم. ولا بغيتوا الكماله ديال القصه قولوها لي في التعليق نكتب لكم دفتر تاني من جديد. وشكرا على الاستماع والسلام عليكم. وكيف ما سمعنا كاملين القصه ديال الاخت ديالنا فضيله، عودت لنا واحد الجزء بسيط الحياه ديالها مع الوالدين.
اللي كانوا مفرقين وكانت كما قالت هي ضحيه ديال هذاك الفرق ديالهم. عاودت لينا القصه ديالها مع الازواج ديالها اللي تزوجت شحال من واحد ولكن مع كامل الاسف حتى شي واحد فيهم ما صدق. ودائما الناس كيلوموها وكيقولوا لها انت اللي ما كتصبريش وانت اللي ما مزياناش. فالاخت فضيله ربما الاختيار ديالها كيكون غير مناسب في اختيار الزوج المناسب الاختيار غير مناسب لاختيار الزوج المناسب. فهمتوا هذه القضيه هذه؟ فالاخت فضيله شنو غادي نقول لك اختي، قدر الله وما شاء فعل، ما عندك ما ديري، انت درتي اللي عليك. ولكن بالنسبه للزواج ديال الفاتحه راه ما بقاش الناس كيتزوجوا بالفاتحه. باش نكونوا واضحين، كان داز معنا واحد الحلقه ديال واحد السيده اللي ديجا تزوجت بالفاتحه، وجيت انا في اخر القصه كاي قصه كنقول داك الشيء اللي خصو يتقال وداك الشيء اللي انا كنشوفه ورايي الشخصي كنقوله صافي كنعبر به. ف قلت لهم اودي ما بقاش زواج الفاتحه، زواج الفاتحه راه ماشي زواج الصراحه. فبزاف ديال الاخوات اللي كيقولوا لا وشحال هادي جدودنا تزوجوا بالفاتحه، شوف العصر ديال شحال هادي ما هو ماشي هو العصر ديال دابا. فعلا الفاتحه راه زواج، بالفاتحه راه النيه ديال الزواج، ولكن الزواج راه خصو الاشهار، خصو العدول، خصو توثيق، خص يكتب بيناتهم العادل، العادل يكتب بين العروس والعروسه، ماشي تزوج بالفتحه بالفاتحه وده يجري عليك لدار باك وانت طويله عريضه. لا، لان الزواج الفاتحه ما كيتعترفش به القانون نهائيا. وسيري عند القانون قول له انا مزوجه به بالفاتحه، ورينا الدليل ديال زواجك، فينا هو الدليل؟ هو داك العقد فينا هو؟ باش تضمني انت الحقوق ديالك. فعلا الزواج ديال الفاتحه راه زواج شرعي، ربما يكون حلال الا كانوا فيه شهود واشاره داك الشيء. ربما انا ما غاديش نقدر نفتي في هذا الامر لانني ما عنديش عليه واحد الدرايه كافيه، ولكن ملي كيوقعوا مشاكل وكتنوض المراه مثلا تطلق مع هذا الراجل، فينا هو الدليل ديال زواجك به باش تطلقي؟ باش تضمني الحقوق ديالك؟ باش تبيني ان هاد المحكمه والقاضي والناس كاملين ان هذا الراجل ديالك؟ ها انت حملتي معاه، انت ولدتي معاه مثلا ولاد، هذوك الاولاد هادي يكونوا يقدر ينكرهم يقول لك ماشي ولادي. عندك شي دليل على انه هو راجلك؟ تزوجت بالفتحه وعندي الشهود، الشهود بوحدهم ما كافيينش، فينا هو عقد الزواج لكي يتم الطلاق؟ ليتم الطلاق ضروري خاص عقد الزواج، وباش تاخدي الحقوق ديالك خاص ضروري عقد الزواج، باش فاش يتم الطلاق تاخدي حقوق ديالك انتيا كتعتبرين امرأة مطلقة في القانون شرعا وقانونا، ماشي غير في الشرع، والقانون لا يحمي المغفلين. هذه من جهة. من جهة واحدة أخرى أختي فضيلة، فمادام أنك دابا في دولة إفريقية، انا عارفه العيشه في يعني الغربه كما بغات تكون راه كتكون صعيبه، حتى الاختيار ديالك للهجره او الغربه ما كانش في المحل ديالو. فما كايناش غير افريقيا اللي تمشي تهاجري ليها، كاينين بلدان عطا الله فين تمشي. كون مشيتي غير تركيا، تركيا على الاقل راه تقدري، انا عارفه البنات تما راهم كيعانيو ويقولوا لي شنو امينه اختي في تركيا وهذه وهذه، ولكن على الاقل بعد احسن يعني افريقيا او افريقيا ما كنظنش تلقى فيها المغاربه بزاف. اما بحال تركيا تلقى فيها، انا ما لقيتش المغاربه بزاف، كتلقى الدول العربيه كاينين مصريات تونسيات جزائريات تحيه ليهم كاملين، ابار المغربيه داو الناس. الصراحه بنات بلادنا كما كان الحال راه يوقفوا معاك ما يخليوكش، والله ما يخليوك بنات البلاد، والله ما يخليوك تلاقي مع بنت تخدم معاك راجل. فانا ضد الفكره ديال انك رجعتي لافريقيا مشيتي ليها شي جوج مرات. عرفتي اش كنقول لها؟ افريقيا، واش افريقيا ولا افريقي؟ ما تديوش عليا، انا عيانه مريضه، قلت لكم هاد القصه والله الا غير بزز موعده مولاتها نهار الجمعه ان شاء الله تحط لي هو اليوم ان شاء الله يا ربي تحط في النهار ديال الجمعه. فاش غادي نقول لكم؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. فاختي ما كرهتش كون كملتي الحكايه ديالك. الصراحه بيني وبينكم هاد الاخت هادي كانت سجلت الحكايه ديالها، فاش بغات تصيفطها ما تصيفطاتش ليها وعاودت غير كتبتها ليا. داكشي علاش لقيت صعوبه في السرد ديال هاد الحكايه هادي، لان انا فاش كنكتب القصه على يدي ماشي هي فاش يعني كتكتبها لي هي شخصيا، لان راكم عارفين الطريقه ديال التعبير كتكون مختلفه
هي القصة هي ولكن المهم ماشي مشكل. فهي طلبتكم قالت لكم يعني اقترحت عليكم قالت لكم الا بغيتوا طلبتوها منها انها تكمل لكم لان مازال في المعاناة في افريقيا. ف انا كنقول لك من هنا مرحبا بك اختي، احنا قناه سمح حكيتي دايرينها هي الناس اللي يعني بحالك واللي كيعاني واللي كيبغيو يخلو قلوبهم. غير هذه المره ما تكتبيش نصيحه، سردي بالصوت حسن انا اللي غادي نتكلف بالباقي. فهادشي اللي نقدر نقول لك حبيبتي، فما غاديش نلومك ولا شي حاجه. هادشي اللي قسم لك الله في الرزق ديالك راكي دوزتيه، رغم انك تنتي عندك واحد النسبه كبيره في هاد الاخطاء. احنا ماشي معصومين كما قلتيه، ولكن كان عليك في الاول تضربي الحساب وما تزوجتي بالراجل يعني الثاني بالفاتحه، ما كانش عليك تزوجي بالثالث حتى هو بالفاتحه، وفي الاخر تلقاي راسك خارجه من عنده طويله. فهذا لا يعقل. كيقول لك المؤمن لا يلدغ من نفسه الجحر مرتين، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث لا يلدغ المسلم من نفسه الجحر مرتين. فانت تزوجتي بالاخر بالفاتحه وما صدقش وتزوجتي هذا بالفاتحه، فاش غادي نقول لك؟ انا غادي نقول لك واحد القضيه، شوفي نقول لك، هو الزواج ستره للمراه، هن لباس لكم وانتم لباس لهن. الله سبحانه وتعالى قالها، يعني المراه ستره للرجل والرجل ستره للمراه. انت ما لقيتيش فين تستري راسك ومع من تستري راسك، ما عندك علاش تمشي تزوجي. انا نقول لك واحد القضيه، شوفي نقول لك اختي، هذا العصر اللي راحنا عايشين فيه الا ما كانش شي واحد اللي كابابل وشي واحد اللي تبارك الله عنده بخيره وبخميره وكيخاف من الله اوميمطو وكيخاف عليك وفيك وكيخاف الله فيك، كيخاف الله فيك انت غير بلا ما تزوجي. انا نقول لك لان هذا العصر هذا الا ما خدمتيش انت والراجل راه ما تاكلوش، لان هذا العصر هذا كيخصو الانسان يخدم ويكافح ويتعاون. فماشي مشكلة ان المرأة تعاون مع راجلها، ولكن انت على الاقل تخدمي تخدمي وتكرفسي تكرفسي، اللهم تكرفسي غير راسك. فانا ما عرفتش المصير ديال بنتك شنو هو، واش بقى مع العائلة الراجل اللي راه في الحبس ولا الله اعلم. فكنتمناك ما تنسيهاش وفكريها وحاولي تفكري راسك باش ما تكونش هي ضحية مجتمع وتطلع واحد النهار في الايام تولي بحالك، لان مسكينة دابا لقات راسها بوحدها، يعني نفس المصير اللي كتعيشيه انت او اللي عشتيه انت ومازال كتعيشيه غادي تعيشو البنت ديالك. انا يعني شخصيا من منظوري الشخصي ما تقلقيش دابا على الزواج نهائيا. انت مشيتي كتربي الولاد ديال واحد الراجل اللي ما كانش اصلا وفي للمراه ديالو الاولى، ما تعرفيهاش باش ماتت واش باتت بالفقصة ولا ماتت انتحرت ولا يعلم الله شنو وقع فيها مسكينه، ولا راه هو فوت فيها شي ضربه الله اعلم. مشيتي كتقابلي ولاد ماشي ولادك، ماشي من كرشك، ماشي عيب، ماشي حشومه، ماشي حرام، بالعكس. ولكن باش نسمح انا في بنتي نمشي نربي ولاد عباد الله هو بدوره راه كيخوني، ف سي با لا بين، لا يتقبلها العقل ولا المنطق. فانا نصيحتي ليك ان حاولي انك تعيشي واخا غير في بلادك، مادام كتاكلي كتجوعي في افريقيا في بلاد الناس، نجوع في بلادي، وليا الشرف والفخر انني نجوع في بلادي، ليا فخر وشرف انني نجوع في بلادي وما نجوعش في بلاد الناس. وحاولي تقربي من بنتك اهم حاجه، الزواج خليه اخر فكره تفكري فيها، اخر حاجه تفكري فيها هي الزواج. الا ما كانش شي زواج اللي غادي يهزك من الدل، يهزك من الدل ومن الفضيحه ومن قهر الدنيا والزمان، فما عندك علاش تزوجي. سيري تكمشي حدا بنتك، ربيها احسن تربيه، الحنان اللي ما شبعتيش انت من عند الوالدين ديالك، لان قلتي في الاول ان هما تفارقوا كل واحد شاف حياته وانت بقيتي ضحيه. فانت والزوج ديالك تفارقتوا، انت بطبيعه الحال كتشوفي حياتك تزوجتي ثلاثه ديال المرات ولا اربعه، ثلاثه تزويجات وقيلا مور الزوج ديالك مور الاب ديال بنتك، ثلاثه تزويجات وقيلا اللي تزوجتي. فانت بدورك دابا هنا كتشوفي الحياه ديالك، وراجلك يعلم الله واش خرج من الحبس ولا باقي الله اعلم بينا وبيه. وسامحي في داك البنت مسكينه باللي يدين، فكيفاش غادي يكون المصير ديالها الا ما كانش بحال ديال امها ولاك في سعاد. فكنتمنى تاخدي الهضره ديالي يعني بواحد المنظور اللي هو الصراحه شنقول لك، منظور يكون ايجابي، خلي السلبيات جانبا وسيري عند بنتك خديها بالاحضان، عوضيها على الحب والحنان. لان حنا واخا كنكبروا ونوصلوا لمعتفين، انت في هاد السن ديالك هذا راه كنت جدك ماما كنت حضنك تعنقك، راك
غادي ترجعي 30 عام الفوق، فهمتي؟ فهادشي اللي نقدر نقول لك حبيبتي، وكنتمنى ان شاء الله من المستمعات الكريمات تا هما ينصحوك ويهضروا معاك وياخذوا العبره من هاد التجارب اللي عشتيها مع هاد الازواج هادو ومع قهر الزمان. الله يفرجها علينا وعليك. وكيف ما قلت لك الا بغيتي تكملي على الحكايه ديالك مرحبا بك واهلا وسهلا. كيف ما عودتكم دائما حبيباتي احبائي، قناه سمع حكايتي ماشي غير للفرجه فقط بل للعبره. التواصل معكم معي عبر الخاص، وما عليكم غير تدخلوا الرقم التالي اللي هو 0637054549. الرقم موجود في بدايه الفيديو وكذلك في صندوق الوصف. الناس اللي اول مره كتشوف لاشين مازال ما تابونيتوش، تابونوا فعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديال الحكايات. الى ان القاكم دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.